بالرغم ان احنا عندنا مرينا في مصر هنا او في العالم كله باكبر ازمتين، ازمه كورونا اللي غلبت عندنا سنتين، وازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. لكن بالرغم من كده الرئيس شغال وبيشتغل وواقف مع شعبه وبيكافح مع شعبه والشعب جنبه. حدودنا كلها ملتهبه وكلنا عارفين الكلام ده، السودان وليبيا والعراق. الحمد لله احنا عندنا مصر امنه. كلنا متجمعين في الحقيقه على حب هذا الوطن، وايضا على من يعمل لمصلحه هذا الوطن. والمؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لفتره رئاسيه جديده اكثر المصريين حرصا على حب هذا الوطن سواء داخليا او خارجيا. اننا نؤيد وندعم السيد الرئيس دعما ليس من فراغ، لان الانجازات التي تحققت على ارض مصر اصبحت واضحه وضوح الشمس. نعم، فنحن خلفك ومن ورائك نقول جميعا تحيا مصر، تحيا مصر، طبتم وطاب البلد الامين. رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، احفظ قيادته واحفظ شعبه واحفظ ارضه وسماه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربما هذه الظروف الصعبه والتحديات التي واجهتها فخامه الرئيس لم تتعرض لها الدوله المصريه في تاريخها المعاصر. يكفي انه استطاع ومعه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية وتكاتف كل الشعب المصري على القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الذي نعيشه الآن جميعاً.